الاكسا مين معي؟ مايك منار معي. معك بيسألين انت مين؟ انت مين؟ مالك شغل؟ طيب امزح انت، شو الاخبار؟ يمه شو الحمد لله الاخبار؟ بخير، الحمد لله انت بخير. انت منار قحطاني؟ ايوه طبعا شخصيا. طبعا انا دخلت التوب وضغطت عليك وضغطت متابعه وطلعت ضايفتني، قلت عليه بالطلاق ما اضيف العدني اني ما اضيف بنات، ما احذفها قصدي. هذا قلت هذا شفتي بس هذا؟ قلت هذا ايوه ما شاء الله مرة واضح. واضح واضح، هو يبيله اعمالي بس اعمالي شنو لمبه الله يسعدك، ترى شنب اسود يعني ماكن تلعبين، ترى تحدي احكام صرخ. شوف من الحين اقول لك مستوى ماكو. عمرك شفتي واحد حلو في حياتك؟ لا ابدا الى الان ما لقيت احد الى الان. شنب اخضر، ايه اخضر احسن من شنبك يبقى سنة يا ناصر، ان شاء الله بنجيب بعد شوي. يا زين منار، ترى اللي قلت لي اساليني انت شنو هواياتك وكذا، بتقول لي مالك شغل؟ والله ما اقول والله. انت وش هواياتك؟ تعرفين كاظم الساهر؟ ها؟ تعرفين كاظم الساهر؟ ايوه انا تلميذ كاظم الساهر، نفس صوته سبحان الله، ما تفرقين بيني وبين كاظم. غن تنشف غن ها شنو غن. بغني بس نظامك تضحكين كذا، ما ابغى رجاء لا لا احترمي ابد نفسك. لا لا ايش دعوة اي شنو الاغاني اللي تعرفيها؟ اغاني أغاني كاظم كاظم الساهر. ها؟ هل عندك شك؟ أتوقع ايه هذا الشعر. اعرفها اعرفها. يلا يلا لك عندك شك ولا ريب ولا أمل، الشك والشكوك طائمة والسل تحو. سلتحوه، هذه أول مرة أسمعها يعني بالأغنية. هذا في المصري سلت، قصدي في اللغة في الحجازي يعني إيه سلتحوه صح. وكانت الأحبال متوشنته. والله الأحبال بتوشرته في حلقك يا والله. أخي أنت تدقيق في الكلمات يا أخي، تركزي في الطبقة، الصوت في العروض جميل في جميل جميل، أنصحك تستمر ثم تقع ولا تقوم من الواقع. اللي اعترفي انك خاقه على صوتي، بس ما ودك تعترفين قدام الناس. يعني بلا يا عاد حاجة. دابا خفوش عليه يا عيال، بس اسمعها اسمعها هذا اسمعها. بالله ايش رايك صوتي؟ والله استغفر الله، استغفر الله. كنت بحلف يجنني يجنني موت يخبل الحين. صدق والله، قولي والله. لا صدق غن صدق أمان أمان، ودي أسمع صوت. كلهم يقولون صوته حلو. طيب هذه هدالك، من زين عينه تقول برمش عينك زينه، تاخذ عقوله العرب في رمشته لارومه، الزين لولا بالهات بتصير سيد بلاد، وكل البشر تحسد اللي للبلاد انتمى. لا تبتعد يا حبيبي أكره الابتعاد. كمل لا تقتل المتعة كمل. والله ما شاء الله هلو ما شاء الله، عطني بالله حفظات اليوم بروح أصير تلميذ عندك. أنا كاظم، تلميذ لا عند مو عبد اي المجيد. كظومي، مو اي واحد يدربه. يا عيال تحدي ما دخلك 100,000. يلا
اخترت الاشارات، مش عارف لك هذا يسمونه التناغم، تفاهم بيني وبين جيشي. يلا خلينا نجرب. يلا خلصت الدولة وما دخلت 100. دخلتك الحين بأقل من دقيقة، شنو لي؟ يو جوي والله دخلت صدق. نظامك ها؟ خلاص ما زوم على الحفلة، بس هي حفلة ما زوم عليها. بنات؟ وين؟ شو حفلة شنو؟ مخططة أسوي حفلة يعني كذا من الفضاوة، قلت يلا حفلة إذا وصلت 100 100,000؟ هسوي لا حفلة. اصبر اصبر، لا تسوين حفلة 100,000. لا يا أخي مبروك بدي أول شيء، أسوي. مبروك 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 مقدما الحكم الأول. يا عيال تجحفلنا يا عيال، الله يبقى. لا ما عندي، ما عندي أحد نظام والله تقدر يبارك. تجحفلنا وتروح حركات اللي انا ما احبها. لا لا والله ما عندي صدق. شوفي الحكم الأول، تسوي قطية قطية فاش انت والبنات وتدعمني وانا اتصدق. وانت تصدق. اوكي حلو. الحكم الثاني يا عيال بالله ضيف والداعمين. الحكم الثاني، الحكم الثاني يا طولة العمر تكتبين على الجدار وراك جيش سعود الخميس وقطع. اقطع اكتبها وامي تقطع راسي قصدك. لا ما عليك بوي، ب 100 ريال انا اجيب لكم على حسابي والله العظيم. لا لا امي اقول لك بوي على حسابي انا، على اقول لك حسابي. ما تعرف الامهات. ايش فيك انت؟ طيب الحكم الثالث، ايوه انا الصراحة شوفي الحكم الثالث، اخ طلعت شنب. شوف الحكم الثاني، ما ودي ترى، ما والله ورب الكعبة ما ودي اضايقك واعطيك حكم قوي، يلا اسمع فنبذي نبذي هذه الاثنين. جرب احكم لا حكمها. الحكم الثالث، تشتري لي ايفون 13 برو ماكس اخضر. صح قصيت صح حليب والله الحليب، قصيت من الحليب. مو شرق، شرق يسمونه شرق. خلاص نخلي قطية البنات تكون أحسن. مين البنات اللي يدخلون في القطة؟ مين ودك؟ ما أعرف بنات، أنا ترى نادر أدخل مع بنات. نادر ولا عبد المجيد؟ ايه خواتي. ايوه خواتي نقط، انا وخواتي احنا 5 يعني بيجيك 50,000. لك بشي ذبة ولا شنو؟ مالك؟ لا لا ما تذبح، قلتها بالغلط. أي حكم بتنفذين؟ الأول شوف أنا الحين بدخل بث مع ناصر سبيعي صديقي، أيوة أبي أدخل معه وجمع القطية وتعالي بعد شوي ما ينفع. بعد شوي. طبعا بتسكري بثك يا بنت، ما يصير ترى قدامك. ما ينفع ما ينفع. نايمين نايمين اللي عندي. خلاص ادفع من حسابك ولا جيتي تاخذي منهم انتي؟ أدفع من حسابي؟ ايه، ولا جي لا جيتي لا قعده وخذي منهم. عمرك شفتي سكس باك في الظهر؟ لا ما ودي أشوف. والله عمرك شفت سكس باك في الظهر؟ أقوى سكس باك في العالم، دخل موسوعة جنس صدق ما شاء الله. مين؟ عندي. صح لا أهم ترى عندي ذا، وقت كم جد أنا. أمانة أمانة صادي. شوف يا بسم الله لا 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 هاي ولد شفيك. سلام يبا. وش هذا ايرور؟ ايش هذا؟ أسد العضلات. ما بال هذا اذا ضربت من شيئا كذا يجيك، يعني هو على شكله بس هو العكس. شنو اللي اما تفسدني؟ انت تسميه ها كذا اسمه كذا هذا هو. اسمه استفاق ظهر. لا تبيدها. والله ذا سنام مو سكس باك. اسمعي هلا بالله، ايش رايك في السكس باك؟ ترى هذا تعبت عليه 6 شهور.
ما شاء الله عليك والله العظيم. ايوه يلا اي حكم بتلفين يا الخفوق. يا الاش ها يا الاش، سمعت ذبة غريبة أول مرة أسمعها. سمعتي؟ والله شوف، الأول اها تقصدين اني يوم قلت متى تستنفذين يا الحوت، الحوت هذا لقب، لقب من الألقاب الحلوة في الحوت ذاك اللي يقول يطلع في الدام. تبي حوت بس بشربة. لا 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 لا، انت قلتها، انت قلتها، خلاص ما راح تغير. خلاص تم تم، حوت حوت، شكرا حوت، العوض ولا قطيع. ضحى ضحى ضحى، يلا تبين شيء؟ يلا الله يسر عليك الله يحفظك، وتشرفنا. لا تنسين ها الحوت. اي الحوت، ابشر ابشر، سلام. يلا الله يسر عليك.